خش برجلك اليمين يا ابو ماليندا يا جاحد. خلاص بقى يا سلطان. يا نمس النسا يا دحلاب المسا. يا ابني خلاص، ده انت غريب. يا كويهم يا عنتيل الهرم. يا ابني خلاص 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 يا عم خلاص. عايزك تعتبر البيت بيتك، بس معلش في مشكلة صغيرة، انت مش هتبات لوحدك، في حد هيبقى بايت بس معاك. يا سيدي ده مكانك وبيتك. لا مش بيته يا حاج. ايه ده بيت الاشباح بقى. عامل ايه في معسكر الرجال يا المرحوم؟ ما تعرف كل حاجه اهو يا عم الحاج الصايع. هو انتوا فكركم موضوع بحر الرمال ده كان معايا؟ بصراحه سلطان يا ابني حركاته كانت مفقوسه بالنسبه لي قوي. لا وايه شوال بطاطس يا اخي، طب نقي حاجه ما تبقاش شبهه يا ابني. الايه انا قلت كده والله، قلت لهم بلاش شوال بطاطس، خلوه شوال بطاطا مثلا، كان يبقى احسن كتير مش كده؟ ويعدي عليا. انت على فكره انت مش سهل، انت حويط. يعني خطه زي كده افسها ازاي؟ دي ما تعديش الشعرايه. يا حبيبي انا الحاج مش الحاجه. يعني كنت عارف وساكت عشان تعرف ان انت متآمر مع الرجاله على الستات. انا غلطان، كان المفروض اخلي كارما تخلص عليك من بدري. يا ابو البنات يا متصابي يا وسخ. كان ايه يا محمود في ايه؟ ما تهزقوش، ده ضيف عندي. سيبه يا سلطان. هزقه. خش. ويكون في علمك يا مهزق ان انا هطلعها منك. الحاجه دي دفرها برقبه 10 زيك. فعلا ما ينفعش نحط الكب كيك الجميل جنب الفسيخ القذر في طبق واحد. انا كب كيك؟ لا انت مش الكب كيك ولا الفسيخ على فكره، انت القذر. حاج ايه ده؟ هو انا رجعت الهرم في نفس؟ انت رجعت للشاي تاني؟ لا والله العظيم يا سلطان ما شاي، ده حشيش، اساله. حشيش. وقعتولي قلبي. ايه ده؟ الدبدوب ده بيعمل ايه هنا؟ معلش هنروح بس توطي صوتك شويه عشان بلعب مكعبات في بيتي. بيتك؟ ايه الكلام ده يا سلطان؟ معلش يا نوح، هو بس هيقعد عندنا حبة كده. حبة ايه ده؟ انا ما بستحملش اشوف سحنته، تجيبه فوقي؟ انا طول عمري فوقك يا نوح. ولا عيب يا محبوب الكلام ده، اتلم. بلاش انت طليق الست. ما كفاية يا ابني تهزيق بقى، عيب. سيبه يا سلطان. لا ده انت غاوي تهزيق، اتفضل هزقه. بلاش انت طليق الست يا مهزق. ارتحت؟ احسن دلوقتي. هو انت ايه اللي جابك هنا صحيح؟ هو احنا مش كنا مع بعض تقريبا وانت سبتني ورحت للحاجه؟ ما مراته قفشته مع بنته في الاوضه. بنته؟ هو انت مخلف؟ انت ده اللي همك؟ يعني سبت قفشته دي ومسك في مخلف؟ ايوه مخلف. مخلف بنت زي القمر، عندها 28 سنه، اسمها ماليندا. ماليندا؟ الصاروخ الاوكراني ده طلع بنتك؟ ولا انت؟ طب حرام عليك يا حاج، كنت جوزتها لي بدل برطمان النكد اللي قاعد تحت ده. تعال هنا، انت عايز تتجوز انتمتي يا نوح؟ البرطمان وصل. شيل الشنب اللي انت حطاه ده يا نبهان يا بنتي، كل حاجه انكشفت، كل سر لازم يجي عليه وقت وينتهي. انت هتستعبط، ما انا لسه قايل لك في الهرم. وبقى نوح؟ بس انت كمان، انت اصلا طول الوقت ده بتكذب على الحاجه، انت بجد بجد طلعت من نظري. الحقيقه انا والحاجه ربنا ما رزقناش بالخلفة، فأنا لما ظهرت لي بنتي دي من زوجتي الأولى اضطريت أخبى على الحاجة عشان ما اجرحش مشاعرها وتعرف إن العيب كان منها هي. يا حرام، أنت كيوت قوي يا حاج، أنت نزلت من نظري تاني. إيه ده؟ لا هو في مشكلة، لحد يصلح لها. طلعت ونزلت. نزل من نظرك إيه يا نيفان وطلع في نظرك إيه؟ وكيوت مين؟ أنت مش فاهمة حاجة أصلاً، ده راجل قليل الأدب وقليل الأصل واطي وبصباص. انت مش فاهمه حاجه، انت بقيتي زيهم، بقيتي بيئه. انت حاطه مونيكير لونه بيتي على منتوق اسود وانت لابسه ابيض، اصلا لازم يا ماما مونيكير يبقى لون حاجات ناريه. تعالي اما نشوف المصيبه اللي في ايدك دي. تعالي خدي يا بنت هنا. بلتكان انا واقف، عايزه تقعدي لي وسط الرجاله؟ انزلي اترزعي تحت. في ايه يا نوح؟ يعني انا ممنوع اقعد مع الرجاله وممنوع اقعد مع الستات؟ انا بجد زهقت. لو عاجبك اتفضلي. وانت يا برميل الليفت، انت اخر مره اشوفك بتكلم مراتي، فاهم؟ انت عبيط يا نوح ولا ايه؟ مراتك ايه؟ دي اختي يا ابني، وبعدين انا اللي مجوزكم على بعض. وبصراحه يا نوح كده مراتك اللي بتيجي تشتكي لي. الحق ده نوح نزل مش عارف يخرج مع مين، ده نوح اللي بيتاخر بالليل، نوح رجع يشرب مش عارف. يا محمود ايه يا محمود في ايه؟ ما فيش حد مانع عينك ولا ايه يا اخي؟ معلش يا نوح انا هقول كلمه حق.
اللي عنده معزة يربطها. ايه؟ اللي عنده معزة يربطها. السلام عليكم ورحمة الله. مين ده يا سلطان؟ انت بتتكلم عن مراتي. ده اللي خروف. ايه ده اللي خروف؟ انت اللي خروف. انا الحق عليا اني عمال اساعدك واحاول اصلح لك مشاكلك يا فاشل. اسمع روح يا ابني. ما اسمعش كلام الواد دوت ولا حتى كلام اخوك. ما تخليش اي بني ادم يتدخل بينك وبين مراتك. من الاخر كده ما تخليش مشاكلك تخرج بره اوضه نومك. عشان لو خرجت هتوسع. ومن الاخر كل ده كلام فاضي ولعب عيال.